مرتبط بالزواج من الإسرائيليات. هذا الزواج الآن أصبح شائع في سيناء. تأتي البنت الإسرائيلية وتغري شابا من أهل سيناء على الزواج منها، وتشترط أن يكون مهرها عقارا أو أرضا، لا تريد أموالا سائلة، وإنما يكتب لها شقة أو يسجل لها أرض مهرها. طبعا هذه محاولة صهيونية للعودة إلى سيناء، نرجو الله ألا يمكنهم منها. هذا الزواج سئلت فيه وأفتى فيه كثير من العلماء أنه زواج باطل لا يصح توثيقه شرعا ولا قانونا. لماذا؟ لأن الشرط من الزواج من أهل الكتاب أن تكون محصنة. معنى أن تكون محصنة مرادها العفة، فما لم تكن المرأة من أهل الكتاب عفيفة لا يصح الزواج منها. الشرط الثاني أن لا يصح الزواج من المحاربات، فالمرأة المحاربة لا يصح الزواج بها، وهؤلاء محاربات فلا يصح الزواج منهن. فأنا أفتيت وأفتى كثير من العلماء بأنه لا يصح الزواج من الإسرائيليات لهذين السببين: أنهن غير محصنات أي غير عفيفات، ولأنهن محاربات، ما زالت إسرائيل تحتل أرضنا وتدمس مقدساتنا. والله أعلم.